السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أرجوزة شعرية مهداة لجمعية التنمية الأهلية بالأفلاج بمناسبة المعايدة السنوية ثاني أيام عيد الفطر المبارك على شرف معالي الشيخ عبد الله بن محمد المطلق. جمعية التنمية الأهلية لكم سلامنا مع التحية. جمعية التنمية الأهلية لكم سلامنا مع التحية. أهديكم أرجوزة شعرية أبياتها جميلة فتية، أبياتها جميلة فتية، أبياتها جميلة فتية. فلتقبلوها إخوتي معايدة خالصة من غير ما مزايدة، بها عليكم ادخل السرور وفي القلوب أنثر الحبور. في فرحة العيد أنا مشارك، فعيدكم عليكم مبارك، فعيدكم عليكم مبارك، فعيدكم عليكم مبارك. وبعد إن هذه الجمعية معروفة صافية نقية، جمعية واضحة المعالم، من ناشط كثيرة المكارم، جهودها في بذلها مشكورة، بين الأنام دائما مذكورة. أفلاجنا بلدتنا الكريمة، أرض الوفا من أزمن قديمة، قد عرفت بالعلم والريادة، رجالها حازوا على السيادة. وقد شرفنا بلقاء شيخنا في محفل بحبه يجمعنا، وقد شرفنا بلقاء شيخنا في محفل بحبه يجمعنا. يا مرحبا يا شيخنا عبد الله، صبوا له الفنجال أره الدلة. يا مرحبا يا شيخنا عبد الله، صبوا له الفنجال أره الدلة. شيخ كريم الطبع والسجايا، تواضع والرفق بالبرايا، يسعى لبذل الخير والنوالي، لأنه من خيرة المعالي. جزاه عنا الله كل خير، فهو لنا الدليل عند السير. جزاه عنا الله كل خير، فهو لنا الدليل عند السير. هذا ونرجو ربنا أن يرضي، بجوده الشهم الكريم مرضي. أعن ابن حبشان رفيع القدر، أجزل له يا ربنا في الأجر. أعن ابن حبشان رفيع القدر، أجزل له يا ربنا في الأجر. على الذي يبذله من العمل، يقصد وجه ربه عز وجل. فجازه يا ربنا خير الجزاء، فإنه في الخير قد تميز. واشمل بفضل منك كل من حضر، واجعل لنا في الخلد خير مستقر. يا ربي وانفعنا بما علمتنا، ولا تهن بعد إذ أكرمتنا. أكرمتنا بالدين والأمان في دولة قوية الأركان. أكرمتنا بالأمن والأمان في دولة قوية الأركان. احفظ لنا يا ربنا ولاتنا، بحزمهم قد جمعوا شتاتنا. حكامنا تحكم بالشريعة، لهم علينا طاعة وبيعة. والختم بالصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. والختم بالصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. والختم بالصلاة والسلام على النبي سيد الأنام.